إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهم المسموع هل كان وحوي إن لفهمه وحي لدقيستي وهو مركع عشرد لدقيستو استمع إلى النص هذا الكدقيس عشرد قدوبا ثم اختر وحا دورتا الجواب الصحيح جوابتا صحدا وحا ندكو دورتا بوضع دائرة اناد قوبة قلسو واد كوريتشيسو حول الحرف المناسب حرفك كوهبون جوابتا حرفك وحا لوغت شيدا جوابتا حرف كيدا حرف با جوابتا كوهر قرن حرفك قوبة قلي ومركا دقيستا عجلدا وحاوي المتحدثو qofka hadlaya ajalada ka hadlaya oo marka dagaysatee wuxuu lahu isagu wuxuu leeyahay bintaani wabnaani laba hablood iyo wuxuu leeyahay laba inan wa alif ba lithalath banat wabnaani wuxuu leeyahay saddex hablood iyo laba inan jim bintaani wa thalathatu abna wuxuu leeyahay laba hablood iyo saddex inan marka dagaysatoon baad saxi kartaa jawaabta saxda ah اثنين سؤال سلبا دوحة وهي أكبر أبنائه عرور تيسا إنما ديسا كوغوين عمره دا ديس وحة وهي ألف أربعة عشر سنة وافر يتبنجر با سبع سنوات واتتبنجر جيم سبعة عشر سنة واتضبية طبعا حرف كماركا جواب تيسا صحة أيتهاي ألف يبقى دي جيمكا أياد قوبة قلنسا ماركا العجلة دقيستو ثلاثة أصغر بناته هبله ستغير عمرها داده وحوي ألف خمسة عشر سنة واشن يتبنشر با سبع سنوات واتتبنشر جيم خمس سنوات واشنشر مركز عشرة دلقيستو أياد قوبة قلنسا جوابت صحدة حرف كيد أربعة واسو عاش أفراد زوجة المتحدث قف كرشة كيني عشرة كهالية حاس كيسو واحد ألف ابنة عمته وإن أبتدي إذا أبتدي ويددي دشي با ابنة خاله وإن أبتدي وأبتدي دري جيم ابنة عمه وإن أديرتي وأديركي دري مركة عشرة درجيستو أيات سؤاشة سحرة أد قوبة قرنسة خمسة وسؤاشة سنات هذه الأسرة قويس كأنكس وشيكيني تتكون وحكا كوبانتهي من الأب والأم أب يهوي إيوا و ألف خمسة أولاد شن عرورة ب ثلاثة أولاد صدع عرورة جيم أربعة أولاد أفر عرورة وي عرورة كلها صدع ذاك صحراء أياد قوبة قرنسة مركز عشرة دقيستو أياد ضمان سؤالهن كتوابس تكلم مما كان هو هضل تدريب واحد وليلس كوبات ماذا تفعل محاط سمينسة نيهو تفعلي ما حد صبينا سا جواري هاي في المواقف جوابها يجو آمدة التالية صوص عضة أرنما صوص عضة هذي كل الدرسان ما حد يجلس نشاط ثنائي وشق الله بعد نعى أول إسكتي جوابيو مثلا واحد زوجتك تتكلم كثيرا جوار داضو ويا هذا البطن تاعي ما حد صبينا سا أبو كوري زوجك يتكلم كثير من كاجا هذا البطن مرة وضمر مرة و قف الله اللي هو رك اثنين زوجتك عنيدة كبرنا أضواء متكني أضج وحبا ما مقشو محد يجلس زوجك زوجك كبر يا هاي ننكاغو عنيد ممكن أضج يا هاي ثلا مقاطو محد يجلس ثلاثة سؤال سدحادو حوي زوجتك تنام كثيرة كبرنا أضواء إن بدن بيحس حتى ويهرد بدن تاي محد يجلس ثلاثة زوجك ينام كثيرا وسؤال اسكم مذا أو مرة نين لو يدين مرة قبل لو يدين يو إن بضم بيسيحتها محاد يليسا أربعة زوجتك مهملة
gabadhaadu way dayacdaa waana bayraha badan tahay guriga iyo adiga iyo ubadkaba maxaad yeelaysaa zawjuki gabadhayay ninkaagu muhminun waa mid wadeecaya bayraha badan oo xogogaal ma aha uma xoolo oga waa nin xoolo moog reerkiisa iyo ubadkiisa iyo maartay danihiisaba maxaad yeelaysaa waanu soo maray iyadoo laga hadlay hadii sharxi waari oo tashi baa lagu xalliyaa arrimaha marka ugu horeysa khamsa zawjuka yasharu kharij albayt ninkaagu wuxuu ku soo zawjuki baa gabadhii lagu wari ninkaagu yasharu wuu soo jeedaa kharij albayt meel guriga ka baxsan habeenkii wuu saamaleelayaa meelo kale uu fadhiyaa guriga uma soo haydo maxaad yeelaysaa sita zawjatuka tashtari ashyaa gabadhaadu waxay soo iibsataa waxyaabo alaabooyin laa taxtaajuuna ilayha aydaan u baahnayn oo aydaan kharashkiisaba u taaghayn ama aan muraad badanba idiin qabanayn oo macno weyn aan lahayn maxaad yeelaysaa sabca zawjuka mashquulun biqiraa'ati suxuf zawjuki gabadhi baa lagu yihi zawjuku ninkaagu mashquulun wuxuu ku hawlan yahay biqiraa'ati suxuf inuu jaraa'idka un akhriyo wa shabakati dawliyati shabakati dawliyati waxa weeye internetka ayuunbuu iska akhris iskaga jiraa uun isagoo gurigiiba xataa jooga oo aan reerkii waxba ma weydiinayo la sheekaysan maayo wareysan maayo caruurta xudhigi maayo wuxuu ku mashquulsan yahay inuu jaraa'idyo akhristo iyo inuu internet yaha galo oo internetka la sheekayso zawjatuka gabadhaadu tatakallamu bilhaatifi kahiiran in badan uunbay telefoonku un haysataa uun oo dad kale un la hadlaysaa oo ninkiiba aanay muraadu lahayn waanu joogaa muxuu yeelayaa guud ahaan waxaasoo dhammi waa wuxuu baahan saynu soo sheegnay in lagu xaliyo wada hadal iyo wada tashi oo la istaabsiiyo waxaanu faa'iido aanu ahayn tadriib thani waa layliska labaad naaqish waxa aad faallo ku samaysaa iyo maaragtay niqaash almawduucaati ataaliya mawduucaadkan ama arrimahan soo socda maca fariiqin min zumalaa'ig koox saaxiibada ah ka wada sheekaysta islana eega oo arrintan isla rogroga niqaashku waa rogrog dhan walba laga eego nashaatun nashaatul fariiq wey laba qof ma aha waa shaqo ay wada qabanayaan kooxi fariiq waa koox nashaatu thani hadduu kula waa laba qof baa isweydiinaya nashaatul fariiqna waxa weeye koox dhan oo tiim ah ayaa iska wareysanaysa arrintan xal u doonaysa ashyaa yuxibuha zawju arrimo uu jecel yahay ninku ku jeclaado fii zawjati gabadhiisa ka niqaasha oo had iyo jeer ninku uu markay gabadhiisu dhaqanka iyo arrimaha leedahay uu jeclaanayo ashyaa tuxibuha azawjatu fii zawjiha arrimo gabadhu ninkeeda ay ku jeceshahay ashyaa laa yuxibuha azawju fii zawjatii arrimo aanu ninku gabadhiisa ku jeclayn inay samayso uu necab yahay ashyaa laa tuxibuha azawju azawjatu fii zawjiha iyo arrimo gabadhu ninkeeda aanay ku jeclayn oo la yimaada aanay jeclayn limaada yatruku azawju zawjatahu ninku muxuu gabadhiisa uga tagaa ama uu u furaaba ama uu ku naca limaada laa tahtamu maxay u dadaali weydaa waxay ugu dadaali waayaan bacdu zawjaad haweenka qaar ka mid ihi bibiyutihina guryahooda ay u baylihiyaano ay u wadeeceeyaano ninka ay u ilaamaan caruurta ay u dayacaan shaqada gurigala ay u nacaan waynu soo marayo marka ninku guriga iskaga tago ee xil iska saari waayo ee isaga baylihi ka timaado dumarkuna way baylihiyaan iyaguna taasaynu ku soo marnay taasoo kalaa ka mid noqon karta tahyiya iminkana waa diyaar garow fakir waxaad ka fikirtaa bal filijaabati inaad ka jawaabto canil asilati taaliya su-aalahan soo socda waxaa su-aalahani ay ka waramayaan alusratu bayna almaadii waalxaadir siduu qoyska iyo reerku ahaan jiray berigii hore iyo san iminka uu yahay ee dhaqankan iminka cusub iyo dhaqankii jiri jiray waxaa waaxid halil usratu qoysku fii beledika waddankaaga kabiiratun ma qoys weyn baa am sagiiratun mise waa qoys yar qoys weyn waxaa looga jeedaa qoys ay joogaan aabbihii iyo hooyadii iyo awowgii iyo ayeydii iyo ubad fara badan waxaa loo yaqaanaa usra kabiira qoys ay joogaan nin iyo gabadha isqaba iyo hal ubada ama laba ama saddexna waxaa la yidhahdaa usra sagiira qoys yar baa la yidhahdaa marka imika adduunyada siday u dhaqan tahay dal kasta oo horumara waxaan imika la yidhahda ilbaxnimada qaataa usradiisu uga yaraataa qoyskiisu u yaraadaa awal hore qoysku uu badnaan jiro reer waxaa laga yaabaa dhowr iyo toban caruur inay dhalaan isla markaa waalidkoodii inay joogaan kuwa wax dhalaya dabeedna reer weyn inay ahaadaan ayaa dhici jirtay imika reerku uu yaraadaa dabeedna wuxuu yihi adiga waddankaaga ma qoys weyn baa ka jira oo ubad badan bay dhalaan waalidku
مس قويس يربى ترى أبض يربى دلان اثنين هل يعيش الجد والجدة مع الأسرة أوجي أي يدو مي قويس كلنا ولا عن ذلك هذا أو لو احترام أو عروت دلان أو أبض لنا ولا عن ثلاثة كيف العلاقة بين الأبناء والآباء واسدي حريرك كده حياة أبضك يا أبياشود في بلدك وطن كاجبوكود سدي أو أيهين محرير وناكسن با والدك ميو كور هيا ولدك يسي المهيسة ما وحبو أدقا ميو ورئيستا ميو لفريستا ميو وانيا ميو ورك هيا مساك ميو ور هيا با أربعة هل تحب الزواج أدقورك ميات عشاهي إن أدقورستو بمرأة عاملة كبر شقيسة وصوغك شقيسة إن أدقورستو ميات عشاهي لماذا هدارت عشاهي محالكو دورتي هدانت علينا محالكو ديدي هذا وحكول يختلف وحكى لدوان نظام الأسرة حبك قويسك أود قيحي الآن إمك عن نظام الأسرة حبك أنه لانتري يهنانك أهانتري في الماضي برغي هوري ويك لدوان تهيبو كوري ولهذا الاختلاف كلدوانانتا إمك سيدر هيرو يهين يسيدي أهانترين كلدوانانتا أيكو لدوانيهين وحي لا دهيبوري صور كثيرة سيابة بضان أمام مقالب بضان أيكو كلدوانيهين qaabo badan bay u kala duwayn qoyska haaska ah ee bari hore jiray iyo kamaanta jira wax badan bay ku kala duwayn waxyaabahaasina tilmaamo badan bay leeyeen minha waxa ka mid ah tilmaamaha ikhtifaa al-usrati waxa qarsoomay oo baabayba ee qoyskii al-kabiiratu ee weynayd ba ka baabaday oo aan jirin ba fi kathiir min al-mujtama'aat in badan oo kamida ummadaha iyo bulshooyinka adduunyada iyo qaaradaha ku kala nool in badan ba qoys weyn ba aan lahayn oo aan dad badan ba dhalin waa sida qoyska weyn dadkoodu ba yaryahay ba kaanad waxa ahaan jirtay buu al-usratu qoyska al-kabiratu ee weyni taskunu waxay degi jirtay fi baytin waahidin guri kaliya oo kabiirin weyn oo yadumu usukeena jamii'a afraadaha dhamaan inta qof ee ay ka kooban tahay qoyskaasi ayuu isu keenay jiray gurigaasi ixtafat way qarsoontayba way libidhay way baabaday al-usratul kabiratu ummado badan bay ka baabaday qoyskii weynaa oo qoys waliba aanu jirin dhaharad waxa soo baxday al-usratu qoys asagiratu yar allati qoyska yaro tadumu koobto kaba kooban gabigeeduba az-zawja ninkii reerka lahaa wa zawjata gabadhi haaskiisa ahayd wal walada iyo ilmo kaliya saddexda qof oo qura un أو الولدين أما هذي بديان لبع عرورة وأفرتها سيدايما كأو بديهين دلال بدن أو كميدا الدونك والله بدي سقبيه مدى دلان أسرة صغيرة بالليلة أما والله بدو دي لبع دلان هذي الددالان وأسرة صغيرة إهل كلو لتشوغانة ما بيش ربع ومد إلها كلا ويحكتدو دي وحتى إيقو والدكو دي ما بيش ربع من صور الاختلاف hadaba waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin muqaaladeed iyo tilmaamahaada waxa kamida qoyskan maanta jira iyo qoyskii jiray dhaafu al-alaqati waxa aad u liidata xiriirka ka dhaxeeya bayna afraadil usra qoysku inta qof uu ka kooban yahay isku xidnaantoodiiba aad u jilicsan ba faqad asbaha waxay noqdeen al-aabaa wa abayaashu yaqadawna kuwa ku soo dhameysta mu'damal waqti xilliga oo intiisa weyn iyo inta badan waqtiga fi amaakin al-amal meelaha shaqada iyo goobaha shaqada ay joogan aabayaashi noloshiiba adkaatay gabigeeduba oo ciriiri la galiyay oo dhaqaalihiiba ummada gacanta u galay dabeedna maamulkii dadka oo dhan ba gacanta lagu dhigay dabeedna qofkii si xor ah uma shaqeysan karo kulka inta badan aabayaashu shaqay ku maqayeen oo waqtiga loo qabtay 8 saacadood inuu shaqeeyo ugu yaraan ولا يرون مباركان أطفالهم أبدكودي عرورتودي إلا قليلاً إن يرمويان المباركيان با اسم به ليان محايا يلي لأنهم يقوى آباياشو يخرجون ويبحان في الصباح عرورتو هرى بحيان ويتركونهم عرورت بيكتغيان نائمين يقوى عرورت بهرداء يكتغيان ويرجعون وحي صون نقضان في الليل هبين كبه صون نقضان ويجدونهم وحي هلي وحي أؤمنيان عرورتيو نائمين هرداء هردنا ويكتغيان hurdana way ugu yimaadeen isbaba haleeli maayaan isna arki maayaan wamin naahiyatan ukhra dhanka kale hadaynu ka eegnaa yuqaadiru way tagaan alawlaadu caruurtuna
البيت جوري جواي كتجان في الصباح أرورتي واحد تجان إلى المدرسة إسكول ذا أيام مدرسة يتجان ويرجعون واحد صانع عرورتنا في المساء قربتي حتى قدر دمي مادان قربتي بيجور دمي مادان وضم بدن فطبقة واحد كهرلا الأم هو يدا كهرلا في البيت جوري واحد حا كريديد معظم الوقت وقتك أنتي سبضن عدوي اللي مشوكتو أبغى تكونوا كم قين أضي يكونوا كم قين إسلامتو كلية عد عدو شقيسانة مشرتو أبغى ديره كريسانة وهو بيسكيرين هذا حبده شيء حبدي إسقول بيجينس عمل لبدي إسقول بيجينس لبدي هو مقيم مال نورم أضي كنا مال نورم ومقيم غور دمبا أيه أضي كنا منا يا إسوع عرفت ورد ساك كتير إنت كله يعني يقول ما أنتوران مقنا وهذا نصيحة دي مركه هو يدا إنت بدن لقي يا بني غوري خسارته قار بدننا إسلام ثروة كتكتها هو شقتكتها عرفتني إسقول بيتكان أضي كنا شقوتها غور دمبا أول دالني بالسوي مادة عدي سريش أنا وشتو وأنا ساسو شوكت أول جيدا inaas bartaamayna ku adkaata laga yaabaya min suwar il ikhtiraaf waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxa kamida aydan hadana khuruj baadhan maxa kala duwan waxa kala duwan u fiirso waa usradii iyo qoyskii dhaqankii hore jiray jiray iyo dhaqanka maanta adduunka ka jira khuruj baadhan nisaa dadka qaar ba dumarka qaar baaba u baxa min al bayt guriga ka baxa waxay u baxaan ila amal shaqo u baxaan wakaanad waxa ahaan jirtay al maratu gabadhu haaska ahay fil maadi barigi hore لا تخرجوا كما يبيحترن من بيتها جريجلا إلا عند الضرورة إن باه أدق شرتمو يعني ما بيبيحترن بقى أمل يوم ما أنت فقط تغادر ويكتكتا الزوجة قبضوا بيتها جريجلا في الصباح أرورت هريكتكتا ولا ترجعوا كما صار نقطه إليه جريجي إلا في المساء قلبت جاردن بمويا في المساء قلبت جاردن بقى أي اعتمادا وعندما ترجعوا مركز صار نقطنا تكون وحي نقطة هويدو متعبة مدالا فلا تقوم مقبن كرتو بعمل البيت شقدي قريقة ومن نظافة قريقة إنا نظيف ساعة وإعداد إنا ديارسو للطعام عمتين ديارسة أواد أمله ولا تجد أمنها يسو وقتا وقتا أهل ميسو لتجلس أي لفريستو مع أطفالها عرور تيدا أي أفبرتو أي دقن كبرتو أي برتو أي مارتي وحي أي أبهنين يا قونتا والله روح أي وقت أهلي سبب ما شرتبه أو زوجها أمني كيدين لفريستنا أودوا ملها للحديث إنه أغورهم تو أبها في أمور الأولاد أرمها أبطك أغموا ورهم كرتو يول بيت قريق باهيه سي أرميسا أغموا ورهم كرتو مركو أبوه ما دو هو يد قريق أي شوكتو أرور تيبه أغورهم تا كيو حقرسن أي كيان وحبا حقرسن كي مدرسة دتكي كي أنتين كعافمات غبا ka hanuunsanaya ka dadaalaya ka aan dadaalayn ki ciyaaray ki wax xirsanayay walaal waxan ayada uga warramaysay ilaa isagu ma ogeey dabeedna warkayadu ka qaataayay xogta iyadiina ma ogeey isna ma ogeey cid soo gibe ma jirto cid waxa waxba la isku warramay maayo faaqidu shay la yuudi yaani yana ma ogeey isna ma ogeey waxyaalaha kala duwan yihiin buule ee dhibaatooyinku ay ka dhalanayaan ee aanay waalidkii iyo is afgaranayn iya maartay ubadkiiba waxa taa dalalka qaar dadka ajaanibku markay tagaan ubadkooda ma afbari karaan waxa laga yaaba in aan ilmihi iyo aabihi isku afa ku hadlinba way isma arkayaan waxna u sheegi maayo dadna dad is dhaleeba ma noqonayaan kula daan is fagarayn maxay is dhalkoodi macno ma sameeyeen isti'aab hadaba waa macnihi oo la fahmo aynu ku soo waranay حوارك أما مارتي قد عدى أن خصوها هذا الليل تدريب واحد ضع علامة الصواب علامة الصحة أدق أو علامة غلط أما علامة خطأ آثار أمام العبارة هذا الكهورتيسة التي عبارة تناسب الماضية تماضي كهبون واحد اكتا على هورتيسة الصح أو الحاضر أما وقت كان يمكن لتشوغو ku haboon halkan baad markaa ku ururin kartaa labadan waa kan almaadi iyo halkan ku qoray halkan alhaadir buu ku qoray wixii maadi leen kanaad gelin kartaa wixii hore dhaqan jiray dhaqanka haadirki maanta taagana leen kan kalaad ku ururin kartaa dabadeed wuxuu ixtifaaul usrati alkabira waxa la waayay oo meesha ka baxday qoyskii weynaa dadka badan dhali jirayba oo dad wanba lama dhali karo imka nolosha qaababka dawladaha imka loo dhigay ayaa xataa suuroobaynba ina dubad badan ku korsato gabigiisaba hadaba halka imka waxa la qoraya
تاسي وا الحاضر وا هلكاس لو قوريا وا امكا اي تاسي تاغنتاي انان اوبد ودان دالي كارين او ددكي لوغو خريديي حتا ان دالي كران تسكن الاسره في بيت واحد وحي دغنتاي قويسكو غوري كليا وا سيده ملكو راهان جيري دقنكو يجلس زوجاني واي فريستان لبدا اسقبا الا مانها اهي للحديث ساوغو ودا شيكيستان او ايغو ودا تشدان في امور الاولاد arimah ku saabsan ubadka waa maadiga raacaysa waa sidii ahaan jirtay imka laakin taasi ma jirto ama way yartahay dhahrad waxa soo baxday al usratu sagira qoys yar ba soo baxay oo ka kooban ugu badnaan 4 qof oo labadiis qabay iyo labadeey dhaleen ama 3 labadeey qabay mid ay dhaleen waa sida imka jirta al haadir dhaqanka imka jooga weeye ee adadu afraad al usra tirada ay ka kooban tahay qoysku kabiiratun waa tiro weyn oo tirowey waxa looga jeedaa waa dad badan dhowr iyo toban ubadeey dhaleen iyo labadii dhalay ayaa laga yaabaa inay noqdaan 15 16 ee wax lamida waa markii hore sidee almaadi waa si ahaan jirtay ee tarantu ahayd ee dhaafu alaaqa waxa talax gabay oo tamar yareeyay oo liita xiriirka ka dhaxeeya bayna afraad alusra qoysku dadka uu ka kooban yahay ee waalidka iyo ubadka xiriirkoodu waa jilicsan yahay waasi imika jirta ee dhaqankan imika cusub tabqa way joogtaa al ummu hooyadu wax daha kalideed fil bayt guriga ka siiran in badan oo waqtiga kamida waasi imika jirta ee hooyada laga wada tagayo khuruujun nisa dumarka u baha lil amal shaqo waasi imika jirta tunadhifu al mar'atu gabadhu way nadiifisa al bayt guriga wa tu'iddu waxay diyaarisa at'aam untada waasi ahaan jirtay مره يقول جوك تهويده تدريب ثاني لا يلس كلابات ضع علامة الصواب علامة الصحة واحد صارتها بجانب الفكرة فكرة الدين عيدة صار أو صح المناسبة كوهبون في كل فقرة تدعو كسته أو ماشي كويال انت كوهبون صدح فقره انه قريب يختلف النظام الأسرة لقبل أبو إلى لقسه قال أو الولدين هل كاس هو فقره لقبل أبو من صور الاختلاف إلى معظم الوقتنا وفقرك هكذا دبعو تالو من صور الاختلاف أيضا إلى دماتنا وفقره صدح ذا غيبات بالوك للقوينية مركزو كلية هاي فقرك استبع فكرة دا مهوها مناسب كأ واحد صاب لين عيد الصح ضع علامة صواب علامة الصح ديك بجانب الفكرة ثلاثة إيه فكرة دا المناسبة تكو هبون في كل فكرة غيب كستا مركزو كل الفكرة الرئيسة فكرده أقوين أقوم هيمسن في الفقرة الأولى قيبتك كوباد هي واحدة هاي معايتا ألف الأسرة الآن قويسك تختلف ويكدو وانت هاي عن الأسرة قويسك في المادي بريقه ريشري شري وشواب ضعف الأسرة الكبيرة وحيراتي ضعفت وحيراتي وحط عيفتي أوليدته الأسرة الكبيرة قويسك وينة جيم الأسرة الكبيرة قويسك ويني تسكن واحد دقنت هاي في ما ادقتا في بيت واحد قري قره فكرده اوغو مهمسن وا مخاي صدخدا اد صحايسا وا تالفكا او اه الاسره قويسكو الان امك جرا تختلف وي كدوانتهي عن اسره قويسكي جيري جيري في الماضي برغي هوره اما ها كويناتو اما خديركدو ها كواناغسنادو اما ساي دونتا ها نقوتو وي كلا دوين با هورتا امك لاغا حدليا شي هورانا واخ بدن كو واناغسنيد تاس وا قودو وا صحايسا تأوه الرئيسة الأسرة الآن تختلف عن الأسرة في الماضي بدين عادة سارك على صحيحة الفكرة الرئيسة في كذا وين أو مهيجسن في الفقرة الثانية قيب طلبات هي وحوي ألف يغادر الأولاد عروت ويكتجان البيت جورجا في الصباح عروتي ضعف العلاقة وح تلعسن وح ليدته تمرضرا حرير كذا حياة بين أفراد الأسرة قيس أشخاص تكشرته حرير كذا اللي توا بعضا جيم تبقى الأم وحدها هو يضع قوها ده كريدت في البيت الجوريا تبعد ما كسر حيسا تبقى ده أما هو يضع كريدتها كشرت أما أبط كها تجان أو جوري بسقول هتجان أما أبوه شقها تجى ما هك صوب حي مثل سقول دقيو ضعف العلاقة بين أفراد الأسرة وح ثمر درن أوليدتها حرك كده حياة جويسكا وده شاكيسكا إسوريسكا وحسو نجدة تاريخ سكور همدة إن دتك يعني هي ay isku xidnaadaan isku usrada is dhalay ayaa asalba
آذ الضعيفة. الفكرة الرئيسة فكرة دوغو مهمسا في الفقرة الثالثة قيبت صدحات هي وحوي ألف لا تغادر المرأة بيتها إلا عند الضرورة قبضه كما تكتو قري جيدا باهمه يسكر وقم بحضه لا, با لا, تجلس المرأة لا تجلس المرأة مع أطفالها قبضه عروت هذا ما فريسته. جيم تخرج النساء دمرك وحي أبحان للعمل خارج البيت وحي أبحان شقي أبحان قري مالك بحسن أي أبحان ما أنت تجيم كلا صحيا oo dumarka imanka guriga ka baxayaan shaqo qabanayaan dumar hore ka baxana waxa in ay ubad kala fariistaan way yaraanaysa in ay guriga joogtaana way yaraanaysa mufradaat halkana waa erayo tadriib waahid silbayna kalimada wa ta'rif al munasib halka kalmada qoran ayaa la qeexay macnaheeda labada isku haboon adigu xireeri midna waxa ku qoran raqamki qaar waxa qoran xuruuf al-layl ba halka ku qoran waahid al-layl habeen haddaba waa la qeexay ta u dambaysa maxaa ku qoran haada waqtu nam waxa la ilaahdaa habeen waqtiga la seexdo ayaa habeena habeen baa la qeexaya al mujtamac waa bulsho iyo ummad maxaa marka la oranayo hada jiimka bal eeg annaasu waxa mujtamac la ilaahay iyo bulsho annaasu dadka alladiina dadka yuqiimuna wada degan fi makanin waahid meel qura ummada wada taala ee isku magaalo ah ama isku dal ah ayaa maxaa la ilaahdaa mujtamac iyo bulsho يوم ثلاثة أسرة الأسرة بهالك كوقرن مركام حال عرنا يا الأسرة وحوى يبر ألف كأهر رياج أسرة وحال أسكول هذا قيس الزوج ننكا ريركلي والزوجة تكبر اللقبه والأولاد يعرضها دلنا وحال أسكول هذا مقعودة الأسرة قيس بالليلة نساء بهالك كوقر أربعة نساء دمر ذلك أوفر سوى جمع امرأة قبر كلية مرك اللبضيو وحال إلى هذا النساء دمر بالليلة النساء waayahay aag waxa halkan ku qoray khamsa almaadi waqti tagay balbaad eeg waxa way wal waqtu waqtigi aladii waqtigi dhahab tagay wanta ha dhamaaday ayaa loo yaqaan almaadi waqti tagay ama hore tadriib tani waxa leeliska labaad imla waxad buuxisa alfaraaqa meesha banaan bir kalimatil munaasaba munaasiba kalmada ku haboon bal ku buuxi halka yaani labada qows laba erey baa ku wada jira labada ka ku haboon meesha keen hal hada xamid baa lagu yiri qaalab xaqiya xaqda ma qowl keebaad qaanaysa hal hada qowl xamid kaasim hadalkii xamid baa baad unaysa marka hadatha bayna zawjin baa halka ku qoran waxa ka dambeeya yaxtalif iyo ikhtilaaf maxaad qaadanaysa hadatha waxa dhacay ikhtilaafun iska horimaad iyo is afgaran waa bayna rajulayn labadiinin bayna rajulayn weeyaan labadiinin marka ikhtilaaf baad qaadanaysa ayna baab baa halka ku qoran ayna baab يخرج يخرج الخروج باب قرآن حاجة ما كيبات قادنا سأل الخروج أين باب الخروج ما الباب كي لقب حي غدا الطبيب هل كاكو قرآن مقابلة أي هل كهاتنا قرآن قابلنا ويا قرآن ثاي كيبات قادنا سأل مقابلة بات قادنا سأل غدا بري وحوي مقابلة الطبيب وقت جي لا كل ما يدخترك يا بلانتي دخترك وي أحمد بهل كاكو قرآن يا معي لحظة بنان ذهاب يذهب أياد مركها هلك ضمكو قرن محاضرة أحمد يذهب معي يذهب أحمد باي راعية أدنى ملاحظة نحوية وملعسي يتشلعو كصاب سن حق النحو ذا تاو طانيت ساكنة من كهلا هنا مركها تاو طانيت ساكنة تلحق الفعل الماضية تاد ددك إير بني وحي لحري دا فعل كماضي أسل كيدا بق ويا علامة طهي تا معنى هدوا محي فعل ماضي وتاد أسلس عطاه تاد رقته عدة شقادة قبطي waa dadig ee lab maaha udrus waxa weeye baro walaahid jaleeco eeg waahid maarasat waxay qabatay maryam u maryami arriyadata waxay qabanaysay ciyaar iyo jimicsi shahran bilbay qabanaysay ama orod han noqoto ama socod han noqoto jimicsi bay sameeyaysay ama kubad la ciyaaro han noqoto waaye marka maarasat baa ino qoran taadaas la taa u taaniti saakina baa layda taada marka aragto faacilka ka dambeeya waa inuu dadig noqdo oo taa maryam la yiri تنين حاولت واحد يسكت ذي زينب وزينبي أنت أكله كثيرا أنا واحد بدل عنتو وواحد يتقابل إن صامرنا إيردو بنيت تاهرنا واحد تيبورنيت طبعا حاولت زينب واحد يسكت ذي بالله ليه حاولت ثلاثة على سوا تاو تاني في ساكنة عدة شقادة قبته واحد دمر وثلاث زينب وكذا بتميد ثلاثة اختلفت الأسرة اختفت ويقرصونتي ويكبح ذي ماشى الأسرة الكبيرة قيس كويني
عروبة بدن دلي تري طال بدن الدنيا كمدة دبنا اختفت الأسرة وددك أربع ظهرت واحد صوب حدا الدنيا مكاكو بدن الأسرة صغيرة قوري قويسير أو هل الماء أمر الله يح أن دائما دريه أو ظروف تنولد بابا أتكاتي ظهرت الأسرة الصغير يا صباح الأسرة وددقوي خمسة تركت واحد كتكتي البنت إن أنتي الصمينة حوق بطنيد هيلب كبطنيد السكريات بكتكتي وحيابه مع معانا سيف مارتي ميزان كذا ودنتو تركت البنت ولا أنا مركها تارة تركت كتشرتي ضمبي أيوة تعني واحد تاو تعني في ساكن ستة فحصت وين بعدي الطبيبة تدخلتي المريضة تقبلي بكتي مركها فحصت وحال رعيتها وتاو تعني في ساكنة ويا فعل كذا بديكوا الطبيبة توين سبعة قرأت ويا أخذي البنت وننتي على الصحيفة تشردي بأخذي قرأت هذا كتير توا تاو تاني في ساكنة صوت فعل كذا بديكوا البنت ويا ثمانية صلت المسلمة على العصر ويتو كذا قبلني مسلم كان العصر كي دم دهنا وحوي تاو تاني في ساكنة بس صلت كتيرته ويا فعل كذا المسلمة توا قبرة تدريب هل كان هو حويه والليلس حول واحد بدشاء ما تحته خط وحريق هوس وحريق كوس قري هي بدل إلى المؤنث بدي كدك وغير تبي واحد بدي شاء ما يلزم واحد إلا بدل أيوات من قرنسه كما في المثال تصارهم كقرن أفرسو تصارهم بلاك المثال تصاري جاء الزوج نكي بايمد حق هرم حاله قري جاءت الزوجة قبل دحاس كهيد باتيمد تبي أن تأبى الرعاية سيدا أنت كلمتك استوى حريق ده واضح تا فعلك كوس قريهن أما متدهك كوس قريهن مركات بدي شو وحي اسبد لها حاجة تعنيث كينية كتر هل قوحي مقارن نصح الطبيب وحي كلت اللي نختركو المريض قفكي بكي وحي مركا قرن إيسا نصحت وحي كلت اللي الطبيبة نختردو المريض قفكي بكي أما المريضة تا أو نختركت دمر كنت بدأ دمر كاوتك تنين سافر وحي أسعود علي المدرس معلنكو إلى مكة مكة يسعود علي تاخد كلات بدل إيسا ندك بات كليك إيسا هذا سافرت المدرسة إلى مكة. تبنا فعل كاتا هذا خطرسة. وغير ما يلزم وحوي مركز مؤانة خليكته على مدى مؤانة كان راعي. لبس وحوق شد الرجل إنك الثوب قميص كيف قصد. دبنا حاجة واحدة هذا لبست واحدة المرة قبل الثوب قميص كأم طابك. مركز لبست تاول راعنيا. المهندس إنجنيركو حضر وحوي يمد مبكرا سقوق سوق اللهي. قول هروين إنجنيركي واحد مقاطة المهندسة إنجنيردي حضرت ويتمد مبكرة إذا سوق الله دي أو مبكرة نتابات قلنيسا الطالب أردقو كتب بالقلم قلم بوحكو قري فرنسا الطالبة كتبت بالقلم قلم بوحكو قري أو إذا نتابات قلنيسا فعل نتابات قلنيسا قابل الإبن الضبيب إنك يوحو لكل مي نختركي قابلت البنت الطبيبة دكتورة دي بيلا كولانتي أما البنت الطبيبة هذا كده يسنا والله ميد قابلت توت جلنيسا محمد المحمد سمع الأذان أذان كيف مغلي هذا نقرأ تمرك فاطمة سمعت الأذان أذان كيف مغشي توت فعل كي جلنيسا الجد أوجو قرأ القرآن قرآن كيف أخري هذا نسي الجدة قرأت القرآن قرآن كيف أخري ذي الطبيب فحص المريض دكتور كوه بارق في بكي الطبيبة فحصت المريضة قفكي بكتبه بيد إيه بعد المعلم قرأ الكتاب معلم كوه آخري كتاب كي المعلمة قرأت الكتاب كتاب كي بآخري تعبير موجه وتعبير معنى جار له وأدوق أدقريسو أو مارتي أتكقريسو لبعض أسرة أهل كان صورا تدريب واحد سيف كل صورة تلمان كبح صور كستا في خمس جملين شن جملة كذا هذا؟ أسرة ده حقا هو أسرة وين؟ أسرة ده نوع أسرة ير. مركها مدول با واحد كذا هذا إيشا؟ صدق جملة دو شن جملة دول مدول با كذا شيء كه توين يتغير. تدريب تاني وعليه كلا بعد أكتب موضوعا موضوع قر مستعينا نرجع كاشنا يا بالنصوص هذا لا الواردة تخص أرتقى كقرن في الصحفاتي 51 55 58 aynu kaga soo hadalayn taa dib ugu noqoto dabeedna adigu qor mowduuc erayadan wax ka soo qaad bicinwaan ciwaanka wax tarita al hayatu zawjiyatu nolosha lamaanaha isqaba
شيكا كبحي دبنا انت هاصول لين بوحي تعبيرك بوحي اقت موضوعا وحكرت قرطة موضوع اضغو اهلي دهي بعنوان نظام الأسرة بين الماضي والحاضر عنوان نظامك يا حب دقنك يا حب نولادك اي لهان جرتي قويس كي برغي هوري يا كان مانتو قويس كمانتا الدنيا دكت شوغا اما كنو لسيد او يهي لبدا واحد كبحيسا تعبير اضغو دبنا كشي كامي دولبا تدريب الرابع وحوي الليلسك افراد ضع علامات الترقيم علامات الرقم في الأماكن المناسبة ملاها بونجلي نقطة وهي وأمرك هذا كله ماله وعلامات استفهامك وعلامات تعجيبك أمرك قف كله يابو فاصلة وأمرك الله هذا أمرك ما دول حيسي أريدا محوها أمرك الله هذا أري وأمرك هذا القف لي لسوح جنيو أي أما عيد الله هذا عيد الله هذا عيد دونتها نقطة أي الله هذا الجليا الله هذا حريق وحال الجليا هذا الحتالة laba hadalo isku xirna hadal dhaxtaal hadduu kala dhaxgalo ayaa ka dhaxtaalka labada xariiq ee adarkii saaraha laga maraya tan nuqdatayn fooqal bacdi yadeen noqoto labada dhibcood isul saaran waa marka qaar oo kale wuxuu yiri laga sheekeynay wuxuu yiri ayaa dabadna qowlka dib isla dhiga shariba rajulun ninki ba abay wa hamida rabba ilaahi bu dabadna uma hadnaqay halka waxaad gelin kartaa faasila labada qoysa hore tan nuqdada dib aad dhigi kartaa dhamaadka hadalka anta musaafir aduu ma socotaa tahay halka calaamadu su'aalkaad gelinaysa al muslim wa khul muslim qofku muslimki qofku muslimka waa walaalkii waxa dhigin kartaa marka ayda nuqdadii ya lahaa min nasiha allah waa nasihad wanaagsan iyo talo wanaagsan calaamadu tacjiib ka dhigaysa safar ila madina madina u safray li yadrusa fil jaamica inuu ku soo barto jaamacada ku soo dhigto ay ugu soo bartay marka faasilada uu gale yaalkaas uu kala gelin kartaa ثانا نقطة دي بعدين كريسا. قال تعالى إلى هاي وحول وان نقطتين كبار كلا جلنيا. لبعض على مدد هريرة هروح الجلنيا آياتن. أو يدنا لورنا يا إن مع العسر يسر بإلى هاي. عديني ك فضيد با للصعودة. مركا مركا قال له تعالى أن لبعض النقطة دكتو لبعض قوس يا كلا لبعض من لبعض أيا الجلنيا. ماذا تريد علامة السؤال شو مالكنا الجلنيا ما حد دون يسوي. ما أحسن كلامك هذا الكلام وأنا أحسن تحسنه علامة تعجيب كيوم قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول كحولي هل كان أحد قلنسا نقطتين فوق البعض لبضع دبع رسول صلى الله عليه وسلم لكنا واحد لدينا لدينكو أفضل الجهاد حج المبرور تدادو دمر كيتين جهادك وقفض لك بضن وأحج إلى هاي أقبله وسيونا أحسن أدو حجتان هل كان واحد قلنسا لبضع استحيا له أياد قلنسا saasay u kala habaysan yihiin noqotada loo dhigi karaya ama waxaan jeedaa calaamada tarqiimka al khat imkana waa farbarasho uqtu bi khat nasr khat kala khat nasr ku qor la yahlu li muslimin qof muslima uma banana an yahjura inu ka tago akhahu walaalki fawqa thalath layali sadda habeen wax ka badan in caara ku kala maqnaadaan uma banana waa xadiithu sharif xadiith sharaf badan oo rasuulku kii sallallahu alayhi wasallam alayhi xadiithka شنطال لين كفيغار وسيدا او قرين هين او قر خد نصبو كقرين الام لا ام كانوا ييرس تاو تانيث تاو تانيث المتحرك تا ددغي حركيسن با حركده لبا تي ريبنيد ماها تي حركيسد با ام كانا لوو ييرنيا مفتوحه مربوطه مفتوحه وا تاادو ماركا سا دهر لو قرو مربوطه نو ماركا اي غاوانتahay اي لا غومتو ودرس واللاحد براء دبادنا ايك مفتوحات وحوية بنتن انان اختن ولا البناتن هبل اخوات ولا دمر طبيباتن دمر اختراء كبيرات دمر واوين مثلا اما واحد ندي قوينهم مربوطة تقابل حي جميلة تنيت قروح بضان فاطمة انانت فاطمة اوكلة جدة وأييدة عمة اددة طبيبة اختراء كبيرة مدوين كواسنا واتادي قابلنا تدريب هاتنا ضع كلمات القائمة waxaa dhigta liiska taxanaha kelmadaha ku qoran fi makaan munaasib meesha haboon mid walba ku qor halka waxa qoran maftuuha marka halka wixii maftuuha ku qor halkana waa taada dheer marbuuta taada gaaban halka ku hoos qor madrasa halkeed ku qoraysa marbuutada raacinaysa taaliba waxaad ku qoraysa maftuuhada kathiraat maftuuhada ku qoraysa
عمات هذا دير بس كقوليسا خالة تاذا قام بس كقوليسا جدات يوينكي تاذا دير بس كقوليسا نشويات وحيابها تمرت الله جهله تاذا دير بس كقوليسا مكة تنا تاذا قام بس كقوليسا سأوكا غيب إما كانوا قراءة حرة وآخر اسم ضح بنان أيها الكن إنه آخرينا اقرأ النص هذا الكن آخري وحل واحد كشقيسا تدريباتي اللي ليسيدو كتيرنا كشقي في البيت بوريك قصو شقي لتناقشوا سأض نقاش يدوت يسل يجد أدو غلق قشو مع زملائك الصاحب هذا في الصف مرة سكوت مع طن صف يقولك أدب يدنا وضع أقردان أما نقاش يدوت أذكر الدوتو وحنا يسكوي ديسان ما هاي كهذا سأ آخر سكني اختيار الزوجة سيدا قبر الله حشو نمك هدو دونيو إنه جورسدو سيدا قبره حلانيو منذ أن خلق الله لقى صواب بلا أمر كي لهي أمي آدم النبي آدم وكتب عليه لهي أقري أن يعيش إنه كن ولاده على الأرض لك جود كيسة هو إسقى إياه وذريته عهورتي سبي لهي أقري من بعده إسقى كذب بيه يتفيرتي سيترن كيسة والزواج جور كنا وهو أها أمر أهمبو أها ضروري لقمة مارمان وأن رسو أنا كمارمن محل لقمة مارمواي لاستمرار الحياة إن نرسو سيج نرسو إني سيجرتو أضط كتفير يترم ويشو حيث ما شاء صو يشعر ودريميو الرجل نكون حدريميا بالحاجة إنه بهني هاي إلى المرأة قبر وتشعر واحد دريميسا المرأة قبرنا بالحاجة إنه بهنت هاي إلى الرجل إنن فكلاهما لبدو ضمد ولبا يحتاج بهنيه إلى الآخر ككلي فطعام عنتضى يو الشراب وحل عبو يو السكن جورجو لا يغني قفك كجما في الله عن زواج جورك هدوه لعنة هايستو يهدوه لعبة هايستو يهدوه هايستو جوري وناكسن جور كمان مارمو وهذا كاسي وحوي أرنتا كمارن الآن تاسي دليل واحد الماميسا على أهمية الزواج قيمها وين أو كفر دي جورك الذي قيمها الذي جورك هسه لا يستغني عنه أنو كم مارم كرين عاقلون قف عقل له كم مارم كرو الإسلام إسلامكو يسمو كرب وقاضي بالزواج جورك عن الحيوانية إسو تجا سد حوله إسو تجان أن جورك أهين وذاك أن كرلهان أو حكرلهين كرب إسلامكو قاضي قيمه يلا ويجعله إسلامكو حكرلجا اتصالا حريد كريما شرف بدن او دحمر بين الرجل نينكا ايو والمرأة قبدا يناسبو حرير كاسو كو هبون كرامة الانسان شرفت بين آدم كليه كو هبون او سي شرف له ايو وناغ له ليسو غورسدو وفضله ايو وفضله سرينتا او كسرية سي كو هبون او كسرية ايو تدكو او كسرية على سائر المخلوقات وحيابه ويلهاي اوما كلا او دنبا سرينتا او تدكو كسرية جور كهبون يتفير يترم كهبون يهبن الولد كون أحسن كحيوان كإله إله الدين تسلم قريت أو يحقق رمية أو هرجلية المعاني وتشدوينك الإنسانية بناء آدم لماذا خسر يسنا المقصود تلوجت شيء مركو هربا من الزواج جورك يقول الله تعالى إلهي وحليه ومن آياته وحيابها إلهي لو قرتوا حكم ذا أنا خلق لكم الدين أبو رأيدنك من أنفسكم نفتي نبو إذن كأوري أزواجا أوريو إيا دمر إيا حاسس لتسكنوا إليها سيادو حاسسان وجعلوا وحا إلهي دقي بينكم دحدينا مودة كالقعيل لبدي إسقبي إلهي كالقعيل بيسقلي والرحمة النحاريسة يسون حاريستان با إلهي دحب دقي ودحمري إن في ذلك أرمها وحا كترة لآيات على مدى إلهي اللي قرطه إله نمدي سلقو قرطه كري نمدي سلقو قرطه أودي سلقو قرطه لقوم يتفكرون تدك فكرة أي علامتها قرن يوك فايدي سنة إلهي نكو قرن اختيار زوجتي حتى بقى برد إن للدورتا أهم مرحلة وهيرك أقوم مهم سن درجة أقوم ناك سن ويهي قبل الدخول انتان لقرن في الحياة الزوجية أن رش حاسن ما انتان لقرن ذلك عرنت أسبوح ويهي ومح عرنت أسي لأن الزواج قوركو رابطة واحدين وثيقة آدو أدك وعلاقة واحدين إنسانية بني آدم كتحمرتا وعملية الاختيار حتى بحاوشا إيش قد حراشادة قبرده تحتاج واحد أباهانتهاي إلى جهد دادال بأباهانتهاي للعثور سلوه له عثور ومركز سيكتر لعضو للعثور سلوه له على الشريكي سلوه له
قفك نلوش كلوة ذاقية المناسبة يكوه حبون سي أضوحي شو وحيو بحانت الددالين لقليو واختيار الزوج حرشة ننك أي قبرد أي حلطو أو الزوجة أما قبرد ننك أي قرسين سينا حلطا خطوة وطلابو من أهم الخطوات كم إذا تلابوين كوغو مهمسن التي تلابوين كاسو يتخذها أوقاده وأصميه الإنسان قفكو في حياتي تنولي هاي فإن من قفك يختارها ودورنيو الرجل ننكو فإنما يختارها الرجل فإن من قبرده يختارها وحولنيو الرجل ننكو لتكون ساو نقطو شريكة من لو ذاكت شريكة حياتي من نلوشي سلو ذاكت أولا نولاتا ساو نقطو قبرده وحوشي ستكون وحي نقن دونتا قبرداس جزءا منه قيب ننك كمدين نقطا وأما لأولادي waxay u noqotaa hooyo ubadka uu dhalay warhabatan waxay noqotaa mid ka masuul ah libayti gurigiisa wadaa islaam islaam ku wuxuu dhigay qawaacida wuxuu u dhigay tiirar buu dhigay oo saligii u sameeyay iyo aasaas li ikhtiyaari zawji ninka waxay gabadhu ku dooranayso islaamku tiirar buu u dooray oo uu habeeyay tilmaamusi iyo wasawjati gabadha asalixati wanaagsan ba waxa lagu dooranaya waa wax sharcigu qodobeeyay faala sabiilil misal hadaynu tusaale soo qaadano fa in ahamma sifatin tilmaanta ugu qiimaha badan ee ugu mudnaanta badan ee li zawjati gabadhu ay yeelanayso ee lagu xulan karaa waxa weey anta kuuna inay noqoto dhaata diin qof diin leh oo islaama oo diin ku dhaqanta aqoon diineed leh oo akhlaaq leh oo aqiide leh yadfacuha دين تاسو كو دقاجينيسا غبدها او كو ريخايسا الى اداء الحقوق اني كاسو بخداي غودتو حقوق دي لاغو لها التي حقوق دي عليها دشهيده ساريد اي خيلكيده اني كاسو بخدو اوبدكيده حقوق دي كاسارا نينكيده حقوق دي كاسارا والدك حقوق دي كاساريد جارك كو كاسارنا حقوق دي لاغو لها او يمنعها وديده من طلب ما ليس لها اني دونتو وحاني حق لهين وحاني مقدمر كو ايديديان ay raahdan yaani xuquuq baan naga maqan inaanay doonan maadaama aanay xuquuqdaasi mid sharci ahayn xuquuqda sharciga ah way doonanaysa waa xuquuqda aan sharciga ahayn ee sharci darada ah wa fi wasf al mar'ati saliha tilmaanta ay leedahay gabadha wanaagsani yaqul wuxuu leeyahay allahu jalla jalalu weynida ilaahayda weyni ilaahay sagaaba tilmaamaya wuxuu rifa salihatu qanitatun hafidatun للغيب بما حفظ الله فالصالحات تمرك وناكسني قانتات وقوة أهو قانسن إلهي أهو قانسن رققبة أهو قانسن شريعة حافظات إلالية للغيب مرك ننكو كم قيهي مال كيس بما حفظ الله وحي إلهي كو إلالي أو مال كيس إيا أوبد كيس إيا قري كيس إيا نفتي دبا وإلالي سا هدو ننكو مقيهي لوغو وروري مايو وفيها ايضا وقبرنا ونعكسنا يقول وحليها الرسول رسولك صلوات الله وسلامه عليه نحريسي نبدل دوشي سهاهاتو تنكحو وحلقو قورسدا المرأة قبرنا وحلقو قورسدا لأربعين أفر بالله وحشاء الرموت لمالها إنا إلا هذا حوله ولحسابها إنا إلا هذا الشرف ولجمالها إنا قروح إلا هذا ولدينها إنا دين تلا إنا دين ونعكسنا يقون دين إلا هذا انت بوا انت لقوحشو انحرق وحشاء تمرين قورسدان انت هدي يعني مثل جهله هدي اسكو درستك وناسن هدي لبا اسكو درستك وناسن لكن أرماها لغو راعي كرو هرت انت سوا كمد فضفر واحد كقولي ستانية هو هداد قردون تهي بذات الديني كبر الدين تري تري بدي داكا كعن تاضو هبورودو هداد كقولي سويدو وذات الدين هذا بقى قبر الدين تري يضم إنه واحد كقر صونانية وآمنية وكحصلية إليها قبر القلب وقلبك قفك كحصلة gabadhaasi inaanay waxba ka xumeynayn ayuu aaminayaa qofku markuu gabadha diinku u gixay diinteeda ilaalinaysa oo uma baahna cid kale oo ilaalisa waya manuha wuxuu ku aaminayaa gabadha diinta leh almar uu qofka guursada cala nafsi naftiisa uu ku aaminayaa oo de qaar naftaada uga shakisan tahay inay sahayataba nafta lafteeda ayaa jiri karaya naftiisa uu ku aaminayaa wa maalihi uu ku aaminayaa hantidiisa oo inay ama tuugo أما خيامه أما باب أما استبامرين مدنا أغبق مايو وقف آمنوا دي الدين لي
وعلى نفسها حتى نفتي ده أيوك آمني كرا ويلو إذا أرتي هذا لفتي دي كما شك قضيه ما دام قف دين لأيت هاي أيضا سيدو كره يعني نفتا دمر كا شك يورور من قبطه طب يعني هي دبدي كورور قبل ما تهيد هدا تقول قف دين لك قتمد ولا مرة هذا بقى برده لا ينبغي لها كما هبونا هذا لفتي ده أن تقبل إنا أقولاته من الأزواج رجع يقول سنيسو إلا من هو ما إلا من ينمو يعني هو يسقو على خلق أخلاق دين يدلي والدين الدين هي إيمان لمو يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كوح الله يهي إذا أتاكم هدو يدين ما هدو أو يدين سوق فريستو من نن ترضون أتالك تهين خلقه دقن كيس إسلام نمو إيه ودينه دين تيسي أقون تيسي إيمانك إيه عقيدة دا فزوجوه أقوريا أو سوق فريستو أما حوالا هايستو أما يو هايستنين أما شرف مجتمع حقول هذا أما يقول هاني شرفت هو دينته هذو دين ليه أقوري إلا تفعل هذا إذا سدائيلين وإذا قفك الدين تلقى قردون كأقورين تكون فتنة بلايا كدعي في الأرض تلك بلايا كدعي فساد وفساد حمام بار دعي عريض بلارا زندا أبدا فسق أبدا بلايا أي بقر بنيس وعلى الولي نينك هدبا إن أنت مسؤول كأه إيه مثلا أبيه أو كلا وها يستقدوش كسارا أن يستأذنا إنه أقول عن شوي ديستو موليته إن أنت أولي قوي هاي وأنا هذا أبا نك هساك دون يي ما كجوريا هذا أما ولا كده هدوي هاي إن كانت بكرا هذي إن أنا جور صامرت أو أجور أركت أنا الحين بكرا عاد هدوي يان ماها عرملي ويستأمرها أمر بو ويدينيا إن كانت طيبا هذي هير صومرتنا أمر بو ويدينيا لابد من حيك ليهين وحويان إذنكو مركو إلى هذا مكو قوريا هذي هات لأوه ونغسين تاي هذي إسكاء مستنى وحال أورانا يأوه أغوشا وإنك حسوطا لغيابا لكن تعرمالي دا هذو لا مكو قوريا كآمستو لما قورينا يو يدوان عديسا أمر كواسدا هاوان أمر بحسا يدو وتا إقوري هذا إسكاء مستحبل لقورين ماي واي واي قرن سهرقو فايدي خساروح ليهدو تاني لكن قرن ما يسو نفع قرقو ليه هاي يدبت أكيني كرو مدنا ما تقانو كمانا دعيسو هل يقوريو ووحلونا يوابا يتعليد إن لقورسدو يان لو قورنين إسكاء آمو أفقاق إسكاء سنة تالغا يابا مركا هذا آمستو تاان هورنينو أرق وإذن وحلونا وإد أوقلا تلونين تيرهر سومرتي وانا تلاهدا هل يقوريو ومن أهم صفات من يختارها تلمامها وقوة ناكسن أو كدورنا ينكو الرجل ننكو زوجة له كبرنا حاس ودورنا يو صفات ينكو وقوة ناكسن يا إسلامكو أمره يا وحوي أن تكون إنا يتهاي ذات خلق حسن كبرنا دبيعة يدقا وناكسن لي فتحب زوجها أو ننك يدى تشعل دبيعة وناكي كم يتهاي أو ننك يدى تشعل وفي ذلك أرنتها أي يقولوا حليه الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجوا قرصدا الودودة تمرك رجودة شعل إذا بيعدوا وناكسن قرصدا والزوجة قبرنا العقلة عقل قلة ذات الخلق الحسن إذا كان كوناكسن لي والتربية الحسنة إذا تببر وناكسن الله مسوي تربية إسفي عن له سو قري كري قر دين لك تمد تعامل ولا دقن تا زوجها نكيدا معاملة دقن حسنة وناكسن بكل دقن تا وتجنبه وتجنبه وحي كفو قيسا ويكاي لاليسا المشكلات وحي كستقر نباتك وأبوريا وورور قليا وولاع قليا أيه كدورتا وبعد موافقة كلا الطرفين مركز لا أقول هذا لبدا قيبوت مدواليبا على الآخر مركز كوقان عان إن انت إيا ننكو مركز مع الخير هودو إسلا أقول هذا إنقور كالفوليو إيا أنولي لبلابين لكن أقول شرعي يعان وح قورة وح مهارين دعين ويدمنان أحدهما مركو آمنه يأخوك الصوناده قيب قولك استا إلى شريك حياته كانوا شلو وذاك الدونة يقبضون أي أقلاته ننكونا وخوك نعو يأن ولي اللي سجد فريسا أما على السوهر فريسا أباح وحو بني الإسلام والإسلام كي دينة إسلام للخاطب إنك قوردونك قور ميرك خاطب وامرك الله الله أو هذا قربان دونية، إلا هذا خاطئ، أو سجد فريستنا يو، أو قبر الله الله، أو الله الله، الله الله، والمخطوبة قبر دونا
وقبل الله هذلي إلا دونيو ويدونن تهوا محي وقبل الله دوني وعي ولدي ولا جورسنا يا أي يرى إنه أركاو يا إسلام كوبني أحدهما لبده متكود على خارك كله نك هي قبله مركاو إس أرك كرام إنت أنا ولي إس جورسنا يا أنا مهردعن يا أنا سوهر فريسن يا أنا لساسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوبي إذا خطب حدو دونه أحدكم يدي كيد كم يدي المرأة تحدو قبر الدونه أو إذا هذا قبر دو أن جورسنا يا الله أقول هذا الواي هلا يلا وأنك أقول له وأمرك لا يلاوي هذه الأم مايا وحبا إني سركان لوما بحنا يا مركها ما نبنا ناس ويجور بالله ما صعدوا ولا حد يجورك وأمرك هلا يلا فمن استطاع حدو كره أن ينظر إنه أجا بوري منها قبر دا إنه أجا إلى ما يدعوه وحوي يلا إلى نكاحها إنه قبر دو جورسدو فليفعل هالسمايو أو وحها أركو وما هي تام عن هيدو مثلاً هذو قبر أجا أو مثلاً تركيدي وتشي يقع معها الأجا وتشي يقع معها سين يسوي تام بال أركا وأسيج عليه سين كل هذا واحد يقول لي هاي هذو أجي كروح وحوي يلا جورك أو خسيج على هذا أو هلا جاب سدا مركو وتشي دو أركو هر آنو مودين قروح دين قاعدة بقول جاب أو خسيج على هذا wax ugu yeera marka haduu arki karo oo uu jigalo tusi kariye gacmaha ha eego labada qof oo isa si arkay ku fiican tahay guurku laba qof oo isku naxa habeenka oo waxyaabo aan kala filayn isku arka oo mid uu la farta dhaxda ka ruugo waxa ka wanaagsan laba qof oo is arkay oo aan wax cusub wajigaan baa qofka bini'aadanka lagu garta asalkiisaba wajiga hadii la weeyo lama gartaba intii wajigaan baa muhiimad u tahay oo qurux baa laga eega labada gacmoodna hilibka laga eega jirkeedu inuu hilib leeyahay inaanu lahayn inta markaad aragto sawirku ugu dhan yahay dabana laba qof oo cusub maaha laakiin laba qof oo cusub oo habeenka waxyaabo aanay filayn iskaga yid baa dhibaato ah wallahu a'lam bisawaab wa billahi tawfiq